شكرا السيد المستشار على هذا السؤال. في البداية أبغي نشير أن وزارة النقل تتولي اهتمام بالغ لعمليات العبور، وتتسهر على توفير عروض كافية ومتنوعة للنقل البحري على الخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة بين الموانئ المغربية ونظيراتها في أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن النقل البحري الدولي للمسافرين بين المغرب وأوروبا قطاع تخضع لاتفاقيات دولية وتتأمن سفن مغربية وأوروبية، كما تخضع أتمينات هذا النقل لمبدأ العرض والطلب باش نستجبوا الطلب على الخطوط البحرية اللي تعرف ارتفاع في أيام عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ارتفاع حاد. قامت الوزارة خلال هذه السنة بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بتعبئة عدد هام من السفن، استعادية لها الإجمالية الأسبوعية تتوصل ل 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا، منها حوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة. والوزارة اعتمدت أيضا دفتر تحملات تلزم الشركات البحرية باش يحترموا شروط استغلال الخطوط البحرية، ولا سيما فيما يخص السلامة وتهيئة الفضاءات المخصصة للمسافرين. وأيضا تتابع الوزارة عن كتب جودة وسلامة وأتمينات الخدمات المقدمة. فيما يخص أتمينات التذاكر، كيف جاء في كلمة ديالكم عرفت بالفعل ارتفاع مهم مقارنة مع سنة 2019، وترجع ذلك أساسا للارتفاع الغير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الدولي. فيما يتعلق بالرحلات الجوية، العرض المقدم خلال صيف 2020 غادي يوازي عرض 2019، وتتوزع هذه الرحلات على 115 مطار في 46 بلاد في القارات الأربع، وتعتبر أوروبا الوجهة الرئيسية ب 1400 رحلة أسبوعية، أي 85% من الرحلات الإجمالية، والمعدل ديال هذه الرحلات الإجمالية هي 1660 رحلة أسبوعية. شكرا سيدي.